بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنحل مواقف وقواعد الدرس الثاني من الوحدة الثانية. بنبدأ دلوقتي بسؤال المواقف. بيقول شوازي لي دو ريبونس كوريكت، اختار الإجابتين الصحيحتين. رقم واحد، تي ديماند أتون سي باركوبان برازيليان. لا لانج بارلي دون سون بي، أنت تسأل زميلك البرازيلي على النت عن اللغة التي يتحدثون بها في بلده. كيسك تو دي، ماذا تقول؟ ناخد أول حاجة كل لانج أون بارل أو برازيل، إيه اللغة التي يتحدث بها في البرازيل؟ الإجابة الأولى. في إجابة كمان هنقول رقم بي، اللي هي فو بارلي لو بورتوغي او لسبانيول او برازيل. المقبل رقم اثنين، تي ديماند ان توريست سا ناسيوناليتي، انت تسال سائح عن جنسيته. اسك تو دي، ماذا تقول؟ ناخد لها رقم اي اللي هي كلي فوتر ناسيوناليتي، وناخد رقم دي اللي هي فوتر ناسيوناليتي سي كوا. المقبل الثالث، تي بارل اتون امي فرنسي، انت تتحدث الى صديق فرنسي دو ليجيبت عن مصر. كيسكو تو دي، اقول له ايه؟ رقم ا، ليجيبت ايتان بوبي، يعني مصر بلد جميله. وممكن اقول مثلا رقم سي، ليتو اي بو اون ايجيبت، يعني الطقس جميل في مصر. الموقف رقم اربعه، في ديماند أتون كوبان، أنت تسأل صديق هو إل أبيت إن فرانس، أين يسكن في فرنسا؟ كيسك إل دي، ماذا هو يقول؟ ممكن يقول لي رقم سي، أليست دو لا فرانس، يعني شرق فرنسا. وممكن يقول لي جابيت أ ليون، اللي هي رقم إي. خمسة، في ديماند أتون بروفيسير، أنت تسأل مدرس دو جغرافيا الجغرافيا لا بوزيسيون دو ماروك عن موقع دولة المغرب. كيسك تو دي، ماذا تقول؟ أو الإجابة الأولى أ، أو سي تروف لو ماروك، أين توجد دولة المغرب. وناخد رقم إي، سور كيل كونتينين سي سيتويي لو ماروك، في أي قارة تقع دولة المغرب. النقم السادس، قم بيتي برير أخيك الصغير تدي ماضي يسألك لا كابيتال دول انجلتير، انا عاصمة انجلترا. كيسكيل دي، ماذا هو يقول؟ هيقول الاولى لا كابيتال دول انجلتير سي كوا. وممكن رقم سي، كلي لا كابيتال دول انجلتير. الموقف السابع، تي ديماند اتون كاميراد فرنسي، انت تسأل زميلك الفرنسي دي زينفورماسيون سور باريس، عن معلومات عن باريس. كيسك تو دي، اقول له او سي تروف باريس، اين تقع باريس. ممكن اقول له كومبيان دابيتون اليا دون لا فيل دو باريس، كم عدد سكان مدينه باريس. المقبل 8، تي بار لدو تي اكتيفيتي، اتحدث عن انشطتك بين دان ليفير اثناء فصل الشتاء. كيسك تو دي، اقول جي رقم اي، جي باتين سور لا غلاس. وممكن اقول جي في دو سكي، اللي هي رقم دي. 9، تي ديماند اتون بروفيسور دو جيوغرافي، انت تسال مدرس الجغرافيا او يي لو جابو، اين تقع دوله اليابان. كيسك ال دي، هيقول لك سي تان بي اون اسي، اللي هي رقم اي، انها دوله في اسيا. واللي هي رقم بي، إلي سور لو كونتينين دي أسي، هي في قارة آسيا. بعد كده رقم 10، تي ديماند أتون أمي فرنسي، تسأل صديق فرنسي لاموني عن عملة فرنسا. كيسكو تو دي، أقول الأولى كلي لا موني دو لا فرانس، وأقول برضو رقم سي اللي هي لاموني دو لا فرانس سي كوا. الموقف 11، كون سي باركوبان تو ديماند، زميلك على النت يسألك
ناسيوناليتي عن جنسيتك كيس كتو دي؟ طبعا اقول له رقم بي جي سوي ايجيبسيان ورقم اي جي سوي دي اوريجين ايطاليان اللي هي رقم اي. 12 تي دي ماندا اتونامي تسأل صديق روما سيكوا هي ايه كيس ال دي؟ هيقول رقم سي روم اي تين فيل ايطاليان يعني مدينة ايطالية. ورقم بي سي لا كابيتال دي ايطالي انها عاصمة ايطاليا. مواقف خاصة بطلاب الازهر وهنا اختيار واحد فقط. تي دي ماندا تنكبان تسأل صديق او تي باس تي باكانس اين تمضي الاجازة؟ ال دي ايقول لي جي في او بور دولامير يعني اذهب الى شاطئ البحر. الموقف الثاني تي دي ماندا تنكبان أنت تسأل زميل لا كابيتال دولا فرانس عن عاصمة فرنسا. ال دي هيقول رقم دي سي باريس. ثلاثة تي دي ماندا عن سي باركوبان سا ناسيوناليتي أنت تسأل زميلك عن جنسيتي زميلك على النت عن جنسيتي. ال دي هيقول الأولى جي سوي فرنسي. أربعة دون أمي تي دي ماند صديق يسألك سور كيل كونتيني في سيتوي ليجيب في اي قاره تقع مصر؟ تودي اقول له الاولى مومباي دولتي اي ان افريك. خمسه تي دي ماندا ان توريست تسال سائح سا ناسيوناليتي تودي اساله اقول له ايه بقى ناخد رقم دي يبقى دو كيل ناسيوناليتي اي سو توريست لا هتبقى دي ان فو اس. اسال سائح عن جنسيتي اقول له كلي بوت ناسيوناليتي اللي هي الاولى. الموقف اللي بعده ستة تي ديماند اتوم بروفيسير انت تسأل مدرسك لا بوزيسيون دولا فرانس عن موقع فرنسا او دي اقول له او سي سيتوي لا فرانس اللي هي رقم دي. توم امي تي ديماند صديق يسألك لا سي سي كوا اسيا هي ايه تو دي اقول له ايه طبعا سي تان جراند كونتيننت رقم سي انها قاره كبيره جدا. سؤال قواعد رقم واحد لوبير دو كامي اي دوريجين عندنا كلمه اوريجين قلنا قبل كده بياتي بعدها جنسيه مؤنثه اذا ناخد لها رقم بي. لامي دو مي بارو اي لامي ده طبعا مفرد مذكر كله اخره اي بس ناخد كلمه ريس روسي. موموازان ده اسم مفرد مذكر اي ايطاليان الاولى. إلي هناخد سويس اللي هي رقم سي. ماسير إن كورسبوندانت دي طبعا مراسلة ناخد لها رقم بي اللي هي ليبانيز. جي أن نوفيل سي باركوبان عندي زميل جديد على النت. إلي دي الناسيوناليتي والجنسية بياتي بعدها جنسية مؤنثة هناخد لها باروكين اللي هي رقم سي. لا بلجيك إيتان بي بلجيكا دي طبعا كلمة بي مفرد مذكر ناخدها يوروبين الأولى. مونونك البارل لا لانج لانج دي مفرد مؤنث يأتي بعدها فرانسيز اللي هي الأولى. جي أن كوبان طبعا ده مفرد مذكر ناخد الأولى اللي هي إيطاليان. المجموعة اللي بعدها تون فرير إيتوا أنت وأخوك ده طبعا بتساوي ضمير فو ناخد الأولى بارلي. رقم اثنين جي فيرب اللي مع جي ناخد الاخيره اللي هي جي في ا الكسندري ان فاكانس. نو هناخد رقم سي نو زابيتون اباري. تو تي فيرب اتر مع تي هناخد الاولى تي اي انجلي. رقم خمسه علي اموا نو الفعل مع نو ناخد اللون الاولى يعني نو زالون ا الكسندري اون ايتي. رنا اي سامي طبعا دول بيتساوي الضمير اي الافيك اس هناخد لها سون. تطلب امي دي كلها مفرد هناخد لها الاخيره اللي هي فا. فو هناخد رقم بي اللي هي فو زالي. اون بتساوي الضمير اي هناخد رقم بي. مون امي مفرد مذكر وبتساوي اي هناخد لها رقم بي. مي كوبان بتساوي اي الافيك اس هناخد لها رقم سي. نو فيرب اتر مع نو ناخد لها الاولى نو صوم سويس.
ميكوبيد دي بتساوي ايه الابيك اس تاخد لها رقم دي سون. المجموعة التالتة جي باس مي فاكانس نقط باري. باري ده اسم مدينة بناخد لها الاولى. جيم ابيتي نقط شين. شين دي طبعا اسم دولة بناخد لها الاولى اون. الفا نقط كامبوجي. كامبوجي دي مذكر بناخد لها او. سيلين ابيت نقط لندن دي مدينة ناخد لها مونفرير فا اوزي تاتوني دي طبعا جامع ناخد لها رقم سي او. الابيت سينيجال دولة مذكر ناخد لها الاخيرة اللي هي او. نوزالون نقط سويس. سويس دي طبعا مدينة ناخد لها مون اونكل نقط انجليا ارجنتين. ارجنتين دي طبعا اسم دولة مؤنسة يبقى ان. عندنا مارك ترافاي بي با طبعا دي جامعة ناخد لها او اللي هي هولندا. جي باس لويك اند نقط نانت طبعا دي اسم مدينة فرنسية ناخد لها ما سي باركوبين ابيت نقط شبر طبعا دي جزيرة ناخد الفا نقط كاميرون دولة مذكر ناخد لها او. اونفا روما مدينة ناخد لها المجموعة الخمسة. ليجيبت ايتان طبعا بي مفرد مذكر ناخد لها الاولى بو بي دولة جميلة. باري ايمون ليو مفرد مذكر ناخد لها رقم بي. نقط لانج مفرد مؤنث ناخد لها لا. الي ايطاليان اوريجين اسم بادي بحر متحرك ناخد سون. سويس طبعا دي مؤنث ناخد لها لا. دوكل ناسيوناليتي تي فيرب اتر مع تي يو اس رقم بي. المجموعه السادسه اليا نقط فيل اون ايجيبت ناخد رقم بي عايز اقول كم عدد. نقط بار للعرب من يتحدث اللغه العربيه رقم دي. ايه تون ادريس العنوان مؤنث هناخد لها رقم كل. ايه تا فيل يبقى ناخد كومون كيف تكون مدينتك. تي فيزيت لايجيبت اخد ايه كونت يعني متى تزور مصر. فو اشيتي انتارت يبقى بوركوا لماذا. هنا تي في هناخد الاداه اللي دايما تيجي في الاخر كوا يعني انت بتعمل ايه. ستروب على طول بناخد او ستروب رقم بي. هنا تي دي سين يبقى كيسك تي دي سين بترسم ايه. ايه لا كابيتال دو لي ايطالي طبعا كابيتال مفرد مؤنث او الاخيره. نيجي بعد كده رقم 10 لو جابو ايه نقط اسي طبعا دي اسم قاره ناخد قبلهم اون. فوزيت بوردو اسم مدينه ناخد منار ابيت ايطالي ايطالي دوله ناخد ان. فوزالي اسوان اسم مدينه ناخد هنا مي كوزين سون موري تاني يبقى هنا ناخد سون اون بروتاني او هنشوف رقم 15 الفا نقط كوبا هناخد لا كولومبيا ايتان بي نقط امريك يبقى طبعا ناخد اون. لا فرانس سيتروف ان اوروب. جي انوبيل امي الابيت او عشان دي جزيره جامعه. مو جابيت او برتغال. الفون هنا لوكسور لان لوكسور مدينه. الفا ان فرانس دولة. هنا لوماروك ايه افريق طبعا دي قارة ناخد اون. الابيت مدينة طوكيو ناخد هنا كان برضو ناخد هنا ان فاكانس جي سوي او كير قاهرة مذكر. الي فوتوغراف زيمبابوي مذكر يبقى او.
في عندي اون بارل اراب هنا انجل اللي هي الجيري دوله ناخد ان الفا او سودان دوله مذكره نو زي مون اللي هنا الامريكتين تبقى جمع مون اونكل ابيت ان ايراك اللي هي رقم بي نو اتيفا او سينما اخد كونت لانج دي جمع مؤنث انا اخد الاولى ناسيوناليتي مفرد ها مؤنث انا اخد لها دوكل رقم سي هنا كيس كيو سي انا اخد رقم سي اوريجين ات فو يبقى ناخد دوكل سور كونتيننت مفرد مذكر ناخد لها كل بنيجي على الايميل صالي تنزل زي ما هي سور كل كونتيننت اي كون بي في اي قاره تقع دولتك اقول كده مون بي اي ان افريك كلي لا كابيتال دو تون بي ما هي عاصمه بلدك اقول لوكير اي لا كابيتال دو مون بي تشاو هنا سالينا نزلها برضو كلي لا ناسيوناليتي دو تون نوفيل امي ما جنسيه صديقك الجديد ممكن اقول الي فرنسي او الابيت اباري تشاو طبعا بجاوب شفوي وانتوا تكتبوا ورايا الكلام ده كله هنا عايز ايميل او اكتب ايميل لصديق فرنسي بوربرلي دو تون بي عشان تحدثه عن مصر تذكر الموقع بتاعها واللغه بس او بلدك بريزون دو تون بوازان اترانجير كل ده محلول في الكتاب ونراجعه لوحدنا علشان نستفيد منه اكبر استفاده وبكده انتهينا النهارده من حل مواقف وقواعد الدرس الثاني من الوحده الثانيه ان شاء الله الفيديو القادم هنحل امتحانين اتنين على الدرس الثاني واستنونا وما تنسوش طبعا اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.